بطل حلقتنا اليوم أحد علماء العرب النوابغ في العصر الحديث. إنه رجل واحد بمفرده، أي نعم، ولكنه صنع المستحيل بلا مبالغة. إنه ابن الجزائر الذي سجل 550 براءة اختراع و60 ترخيصة و420 مقالة علمية و22 دراسة. وأين؟ في أعرق جامعات كندا وفرنسا واليابان. وهو الآن أحد أهم علماء الطاقة في العالم، كما أنه أستاذ محاضر في جامعة ميغيل، الأيقونة الأكاديمية الكندية. وليس هذا فحسب، بل إن حكومة مقاطعة كيبك الكندية قد كرمته باعتباره أحد أكثر العلماء نفوذاً في العالم، بعد حصوله على جائزة ليونيل بولي لعام 2019، وهي أرفع جائزة تمنحها حكومة مقاطعة كيبك الكندية في مجال البحوث الصناعية والتطوير، وذلك لمساهمته المتميزة عالمياً في تطوير بطاريات الليثيوم إيون طوال ثلاثة عقود كاملة. فمن هو وما هي قصته؟ جزائري الهوى. ولد العالم النابغة الدكتور كريم زغيب في ولاية سطيف يوم 25 من ديسمبر لعام 1963، ونشأ في ولاية قسنطينة شرق الجزائر، ثم أكمل تعليمه الجامعي في جامعة سطيف. لكن حياته بالكامل تغيرت عام 1983، عندما كان يتابع مرحلة الدراسات العليا المتخصصة في الكيمياء الكهربائية في نفس الجامعة. حينها وصل للجزائر بروفيسور فرنسي من معهد التقنيات المتعددة البوليتكنيك في غرينوبل، قاصداً جامعة سطيف ليلقي محاضرة عن البطاريات. وبالمناسبة، هذا المعهد يعتبر مؤسسة تعليم عالي فرنسية عريقة. فتأثر الشاب كريم زغيب بما سمع، وتواصل على الفور مع المعهد الفرنسي ليلتحق به. وبالفعل، خلال أشهر كان يكمل دراساته العليا في الكيمياء الكهربائية بفرنسا، واستمر هناك حتى حصل على شهادة الدكتوراه، ثم التأهيل لإدارة البحوث، وهو أعلى مؤهل جامعي يمكن أن يحصل عليه الباحث في فرنسا من جامعة بيير وميري كوري، ومنحته وزارة الدفاع الفرنسية عام 1990 فترة تدريب لما بعد الدكتوراه لتطوير بطاريات الليثيوم إيون، لا سيما البحث عن الأنودات القائمة على الكربون والجرافيت، بتمويل مشترك من وزارة الدفاع الفرنسية ومؤسسة سافت لصنع البطاريات. وبعدها تابع مسيرته البحثية في معهد أوساكا القومي للأبحاث باليابان لمدة 3 سنوات، حيث اكتسب معرفة وخبرة لا تضاهى حول المواد المستخدمة في بطاريات الليثيوم إيون. ثم التحق الشاب الجزائري الطموح ابتداء من عام 1995 بمعهد هيدرو كيبك للأبحاث في كندا، ليكون أول من عمل على تطوير بطاريات الليثيوم إيون بهذا المعهد ذي الصيت العالمي. الهجرة إلى كندا. في عام 1995 هاجر الدكتور كريم زغيب إلى كندا للعمل في هيدرو كيبك، وهي مؤسسة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبك الكندية. وفي تلك الحقبة كانت الشركة مهتمة بجلب وتطبيق تكنولوجيا بطاريات الليثيوم في كيبك، وكانت هذه هي البوابة التي انضم من خلالها دكتور زغيب إلى معهد أبحاث هيدرو كيبك، حيث أطلق الأبحاث على بطاريات أيونات الليثيوم التي أصبحت الشركة معروفة بها في جميع أنحاء العالم. وفي مقابلة مع راديو كندا الدولي قال الدكتور كريم زغيب: منذ وصولي إلى كندا لم أعمل أبداً من أجل التشريفات والتكريم والجوائز، بل سعيت للقيام بأمور استثنائية تخدم البشرية. ونظراً لتفانيه التام من أجل العلم، تم تعيينه مديراً لمركز التميز في كهرباء النقل وتخزين الطاقة في مؤسسة هيدرو كيبك، وهو أعلى منصب علمي في المؤسسة الكندية، وكان ذلك عام 2017. وتتوالى الإنجازات المشرفة لعالمنا العربي، حيث تم تعيينه مستشاراً استراتيجياً لمؤسسة انفستسمنت كيبك، وذلك بقرار من حكومة المقاطعة. وللمعلومية، فالمؤسسة سابقة الذكر هي شركة حكومية معنية بدعم الاستثمارات في مقاطعة كيبك، وكان سبب تعيينه المباشر في هذا المنصب هو دعم استراتيجية حكومة كيبك في تطوير صناعة الليثيوم، بدءا من استخراج الخام إلى إنتاج البطاريات وإعادة تدويرها، من أجل جعل كيبك رائدة في مجال السيارات الكهربائية. وذلك لأن المقاطعة تمتلك خامات وموارد طبيعية هائلة تحتاجها أي صناعة في العالم، ومنها صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وهذا بالطبع متوافق مع التكنولوجيا التي طورها دكتور كريم صغيب. فرغبتي وطموح كندا بأن تصبح أحد اللاعبين الأساسيين وراء الصين وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية أمراً يراه الدكتور صغيب مشروعاً وسهل التحقيق، بل إنه صرح لوسائل الإعلام الكندية بأنه متفائل بإنشاء افتتاح أول مصنع كندي لإنتاج البطاريات الكهربائية بحلول عام 2025 على أبعد تقدير. وهذا تحليل منطقي جداً للواقع الصناعي في كندا، خاصة إن علمنا أن وزير الاقتصاد والإبداعات في مقاطعة كيبك بيير فيتزغبن قد أعلن في مؤتمر صحفي موسع عن استعداد حكومة مقاطعة كيبك لاستثمار ما يصل إلى 1.65 مليار دولار أمريكي لبناء صناعة بطاريات الليثيوم أيون التي طورها عالمنا العربي دكتور صغيب. كما أن كل ذلك التقدم الصناعي الكندي المأمول في إطار صناعة البطاريات سيحدث بفضل أبحاث دكتور كريم صغيب الذي لم تستفيد منه الجزائر حتى يومنا هذا بالشكل الكافي للأسف الشديد، وهو الذي صرح لوسائل الإعلام سابقة أنه يجب على الحكومة الجزائرية الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا مع وضع مؤشرات وأهداف واضحة لكل باحث وأستاذ، ويجب أن تنظر الجزائر إلى حال الصين قبل 20 عاما، حيث كان من غير المعتاد رؤية منشورات صينية عالية الجودة حول بطاريات الليثيوميون. وفي المقابل تصنف اليوم الجامعات الصينية ضمن المراتب الثلاثة الأولى في العالم من حيث جودة المنشورات العلمية، وكذلك الجزائر تستطيع إثبات نفسها علمياً كما فعلت الصين، فلا شيء مستحيل. إنجازات مشرفة. أما إن تحدثنا عن إنجازات وجوائز دكتور كريم صغيب فيكفي أن أخبرك عزيزي المشاهد أنه كان أحد الأسماء الأساسية في قائمة كليرفيت أناليتكس العلمية الأمريكية الغنية عن التعريف ضمن أهم العقول العلمية المؤثرة في العالم الذين لديهم تأثير عالمي استثنائي في مجال أبحاثهم، وذلك لثلاث سنوات متتالية 2015 و16 و17، كما حصل على أكثر من 10 جوائز عالمية وتكريمات أخرى بما في ذلك زمالة الجمعية الكهروكيميائية في عام 2011 وزمالة الأكاديمية الكندية للهندسة في عام 2017 والجائزة الدولية لتكنولوجيا البطاريات عام 2017 أيضا والعديد من الجوائز العلمية الأخرى. أما عن آخر الأخبار حول ابتكاراته العلمية فقد قام رفقة فريقه البحثي بتطوير أكثر تقنيات بطاريات الليثيوم أيون بسعة 1.2 ميجا وات في الساعة مع 15,000 دورة شحن سريع لا تستغرق سوى وقت قصير للغاية يتراوح بين 5 دقائق وساعة واحدة لتخزين الطاقة. فهل بعد كل تلك الإنجازات يمكننا في عالمنا العربي الاستفادة من هذا العالم العبقري أم أننا سنكتفي بالتصفيق والمشاهدة؟ وهل الخارج أصبح فعلا بيئة خصبة لعلمائنا مقارنة ببلداننا العربية؟